بالدرس السابق ذكرنا أنه الاتاتشمنت ما المفروض يتقبل generic type لكل الأنواع، يعني أنا أريد أحدد الاتاتشمنت يكون في أنواع معينة. عندنا كلاس اسمه base file، هذا الكلاس عبارة عن open، يعني نقدر نسوي inheritance من عنده، وبي constructor بي parameter واحد اسمه file name. عندنا كلاسين آخرات video file و pdf file. الفيديو file أيضا extend يسوي أو يرث من الفايل نيم البيس فايل، وال PDF فايل أيضا يرث من البيس فايل، واثنين هن دا أمرر الفايل نيم للكونستراكتر مال بيس فايل. بالنسبة لل PDF فايل فعندي أني method توديني go to page وأعطيها رقم الصفحة وتسوي لي فد أكشن بسيط بدل ما أنا عندي operation، أنا حين ما عندي UI. بالنسبة للفيديو فعندي method اسمها play video، تطبع بيها play دلالة على تنفيذ هذه الفكرة. طيب نجي لنريد نوصل له. بالسابق كان عندنا تي خاليه بشكل تايب بشكل حر، احنا ما محددين هذا التايب شنو. الان راح اجبره انه هذا التايب يكون من نوع base file. طيب انت راح تسألني ليش انا خليته base file وليش ما اخلي بيس فايل قبل وبدون ما استخدم هذا. هذا الشيء حنرجع له ونقارنه ان شاء الله بالدرس القادم قبل ما نشوف تفاصيله اصلا وشلون دي يشتغل او شنو اللي دي يصير. اذا هسه انا حددت الاتاتشمنت ياخذ جينيريك تايب، بس بشرط هذا الجينيريك تايب يكون بيس فايل. ركزوا وياي، البيس فايل هو عباره عن اوبن كلاس قابل للوراثه. خلينا نرجع للمين. الان قام يعترض ما يقبل سترينج، اذا الاتاتشمنت صار يقبل data type generic لكن محددة، مثلا يقبل base file. وإذا مررت له base file فإذا أنا لازم أمرر له بالconstructor، بما أنه class attachment يأخذ ملف أو يأخذ file من نوع t بالconstructor. فإذا كانت t base file إذا أنا هنا أحتاج أمرر له object من نوع base file. أوكي طيب هذا البيس فايل انشأت اوبجكت جديد بالكونستراكتر، يحتاج الى اسم، خل اسمي ماي فايل. وها هي. طيب هشيل هذا السطر مؤقتا. لو تلاحظ الان اني ما اقدر بعد استخدم السترينج، اجبرته يستخدم البيس فايل. لكن شي يصير لو اجي استخدم فيديو فايل؟ استخدمت الفيديو فايل واللي هو عبارة عن سب كلاس يرث من البيس كلاس اللي اسمه أو السوبر كلاس اللي اسمه بيس فايل. إذا أنا أقدر خل أقول بيس فيديو أو سوري أو عفوا اسمه فيديو فايل. طيب إذا أنا قدرت أمرر هذه أو يعني أستخدم T تكون من نوع محدد اللي هو base file وما يرث منها، يعني الكلاسات اللي تأخذ من base file راح أقدر أتعامل وياها. هنا لو تجي تسوي download راح تشوف الداونلود راح يرجع لك T واللي هو حيرجع لك من نوع video file. ولو تسوي my attachment dot upload file لاحظ يقول لك video file هنا. طيب راح نرجع المقارنة، ليش ما أني أنشأت attachment من نوع مباشرة بدل ما أخليه generic وأقول له base file، وإحنا عرفنا أنه إذا مررنا super class نقدر نمرر له sub class. فننهي الفيديو لهنا ونجاوب على هذا السؤال بالفيديو القادم، انتظرونا.